وصلنا الجولة 13 والكل توقع أن الوضع فيها انحسن. بس لا، الوضع تغير. الصدارة صارت مهددة والهبوط صارت حاسبته وايد معقدة. بس أتوقع الفرق كلها تترقب وضعها لأن حرفياً صار مرعب. حتى مباراة ضد الأهلي كان سيء. ما يصير موسم كامل سرته. أنا أقول لك سيء. ضيعتها والكرة كذا يعني أنا أتحمس لها. فإن القرار عندي أنا وأنا أتحمل قراراتي. تعود بطعم الخسارة، المنومة يلاقي الأهلي عشان يصحح مساره، بس شلون إذا الأهلي عرف شلون يوصل للفوز وقدر يرجع أنصاره؟ إيش رأيكم نعرف الفريقين شنو مجهزين؟ إحنا 100% مجهزين، يعني لاعبين مركزين، كابتن علي صنقور، يعني احنا ما نقول اسبوع اشتغل، يعني من اول ما جود للحين يعطيك الفريق حقه. يعني مجهزين الفريق بشكل ممتاز، درسنا الخصم كل نقاطه في الهجوم في الدفاع، فعارفين نقاط الضعف نقاط القوه عنده بالتفصيل. شو نقاط الضعف الاهلي؟ احنا شفنا لكل الفرق الاخر مباراه قاعد يفوز الفريق، يعني بينا ما في نقاط ضعف. هذا هو كم جول مسجل اخر ثلاث مباريات؟ مسجل 3 4 9 اهداف. 9 اهداف. كم جول مستقبل؟ 7 اهداف. 6 اهداف. في النهايه هي كره قدم، يعني ايش اللي يطمن حاليا في الفريق؟ يعني في الثلاث مباريات الاخيره، يعني اذا تسجل علينا فريقنا يقدر يسجل، مو مشكله عندي اذا تسجل علي، بس انا في النهايه فزت وسجلت 6 اهداف. يعني شنو؟ يعني في مشاكل دفاعيه عنده الافريقه ما عرفوا شلون يستغلونه بشكل. انت بتستغلها اليوم 100%. انا دوم قاعد اقول لك الكلام انه انا مجهز روحي حق استغل الاخطاء اللي قاعده تصير عنده. ما ارد عليهم، يعني احنا نقول نتمنى التوفيق للفريقين والافضل راح يفوز ان شاء الله. عباس يمكن ما عنده رد، لكن هذه الصج، ومن بدايه الموسم نقول عنه ان الاهلي دفاعهم اغلب الاهداف بسببهم. في النهايه احنا ما نتعامل بس هي مهدي عبد الجبار، مهدي عبد الجبار ما يسجل بروحه ياخذ الكوره من النص الملعب مثلا وحاول ويسجل، لا، في لاعبين توصل لمهدي الكوره، يعني هم كمنظومه كامل كمنظومه، يعني هي كمنظومه خطره. يعني انا اقول لك الين انت بتحاسب للاعب واحد بتفرق 11، زين انت راقبت مهدي وهديت الباقي ما سويت شيء، في النهايه انت تلعب ضد 11، ان شاء الله نتمنى الفوز لين. من هالكلام اللي واضح شغلتين، انهم على مهدي مركزين، هم عارفين شلون يدافعون، والمنامة ما عطلوا خبر، ومن البداية كانوا مصدر الخطر. حكم برشي جول، فرصة كانت منامية لعيسى موسى، هنا مدرب المنامة هيثم جطل يعترض على قرار حكم المباراة. فرصة منامية لعيسى موسى، شوف 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 عيسى، شوف القرار يرجع لحكم المباراة. بلنتي الأولي كان مفروض بلنتي ينحسب، ما حسبه. يعني حكام قراراتهم صايرة شوي ضعيفة بداية المباراة، ما يتخذون أي قرار حاسم، خوف ان المباراه يعني تصير منحنى سيء، فما ادري يعني شلون كان مفترض نغير المباراه من البدايه. كانت صحيحه لكن ما انحسبت، وما اعرف اصلا ليش، بس بعدها الفريق ما سكت، ضغط ووصل للي يبغي. نادي الاهلي محاوله مهدي عبد الجبار، بيحاول يمر ويمر ويمر، اه بنالتي ركله جزاء، الحكم عبد الله خاسم يحتسب ركله جزاء. شوف مهدي عبد الجبار حاول يمر من 2 من لعيبة النادي الأهلي ويعرقل داخل منطقة الجزاء. مهدي عبد الجبار والتعادل بدون أهداف في الدقيقة 9، حطها جول جول، أول أهداف اللقاء، أول أهداف المباراة،
الاهلي والمنامه مهدي عبد الجبار يسجل اول اهداف المباراه في الدقيقه 9 من ركله جزاء. شوف الاعاده، شوف مهدي حط عليه من حارس المرمى. والمنامه زاد الضغط، واليوم مهدي عبد الجبار موجود، يعني اكيد فريقهم ما يتوقف. كرة توصل حلاق مهدي يسجل جول، الله الثاني جول مهدي عبد الجبار في الدقيقة 24 بيسجل ثاني هدف في المباراة وثاني هدف المنامة وهدف الشخصي الثاني. الله وجود مهدي أكبر خطورة المنامة، مهدي هداف الدوري مهدي. وفي شيء بيعرف الصراحة، يختلفون المدافعين ولكن الأهداف هي هي. ليش؟ في أخطاء، إحنا كنا كل من متفق الأهلي في أخطاء دفاعية، خاصة صوب الظهير، ظهير اليسار. دفاعنا سيء، أنا أقول لك سيء، لأن لو لا سيء ما جوا علينا جوالين، لأن السيء هو اللي يدخل عليه الأجوال. دفاع الصح ما يدخل. وحين تأكد كلامي أن في المنامة ما في حق مهدي بديل. أكيد أكيد، يعني شفت آخر مباراة بدون مهدي الفريق عانف من ناحية التهديف، فاليوم عودة مهدي احنا شفنا ان الفريق رجع يسجل. مهدي هو هداف الدوري، فأكيد وجوده بيأثر وغيابه طبعا بيأثر، أثر علينا غيابا في مباراة النجمة، بس اليوم موجود وشفتونه ياب جول والهداف. فعلا يعني هذه نقطة سلبية بالفريق، وياما تكلمنا عنها بخصوص الجهاز الإداري والإدارة. مهاجم واحد طوال الموسم ما راح يفيدك، يعني شفناه يوم غاب يعني ولا قصورا باللاعبين الباقي، لكن راس الحربة مو أيا كان يلعب بالبوكس، فمهدي وجوده يفرق، وشفناه اليوم شلون كان يصنع ويفتح حق اللاعبين وشلون سجل وعينه عليه باردة. ومشت المباراة والمنامة تراجعوا وما كانوا خطرين، بس في شيء حلو صدق في هالمباراة أن جماهير الفريقين موجودين، خصوصا رجعت الأهلاويين. طبعا تذكرون جمهور الأهلي كانوا دائما ينتقدون صنقور، اليوم رأيهم نفسه ولا صار في تغيير؟ لحد الآن ماشين صح، في عدم توفيق، في عدم توفيق اللي قاعد يصير. الإدارة ما قصرت، ولو اللي هم استيقظوا يعني نقول متأخرين، استيقظوا متأخرين خلينا نقول باختيار محترفين، في اختيار طريقة اللعب، المدرب غير في تفاهم. أنا بعد كنت أنتقده وقلت للمدرب ترى يا علي أنا أنتقد، وإحنا أنت قاعد انتقدوني، واللي ما ينتقدني ما يحب الفريق. أنا بتنخ سبحان الله، أنا إنسان مثلكم، عندي صح وعندي غلط، فانتقدوا بس يعني يكون انتقاد مفيد، يعني لا تنتقدوا بالانتقاد الخاطئ. قلنا لا لا الحمد لله ما في خطوات، لكن ننتقد على المستوى، فتغير المستوى الحين. المستوى في الشوط الأول ما كان زين ولا حتى في الشوط الثاني، ومع هاللعبة أكدت أن خلاص الأهلي بيتم يعاني. في هالشي هذي، في هالشي على المدافع الأهلاوي سيد هاشم. طار بطاقة حمراء يطرد سيد هاشم. هنا لعادة لكرة عيسى موسى. أكيد الكل قال نفس ما أنا قلت، تعقدت الأمور، بس اللي صار ملعوبة عالية خطرة تنحط جول. أول هدف الأهلي، أول هدف الأهلي البرازيلي مارسيلو في الدقيقة 68، أول هدف الأهلي وبيخلص الفارق، هدفين للمنامة وهدف للأهلي. شوف إعادة مارسيلو البرازيلي، أول هدف الأهلي، هذه إعادة مرة أخرى لهدف مارسيلو، هدفين للمنامة وهدف للأهلي. فرصة للأهلي، أرتيم المحترف الروسي والأهلي ضاغط، خطر الله شالها عمار محمد حارس مرمى نادي المنامة، فرصة للأهلي كانت كفيلة بتعديل النتيجة. الله هنا إعادة كرة أرتيم المحترف الروسي، شالها حارس مرمى. ركلة ركنية محمد عبد الوهاب للأهلي، تلحق خطرة جول ضاعت عليك يا نواف عبد الله، فرصة أهلاوية ضاعت لتبقى نتيجة هدفين للمنامة وهدف للأهلي. شوف محمد عبد الوهاب علاها ومقص، حاول يعملها مقص نواف عبد الله، لكن بالتالي ضاعت عليك يا نواف.
بس في لعبة كنت متأكد أنها هي اللي بترجعكم في المباراة، لعبة نواف. استعرض فيها، ما لها تفسير غير كذي. لو حطها براسه قول والله مبروك. لو حطها أنا كلمته يعني أمانة النواف، لو حطها براسه قول، بس في زاوية هو في الملعب إحنا تختلف عندنا برا يمكن. هو يقول أنا في الملعب نشوف الكرة وراء جاية، بس بغض النظر فرصة تنحدي وأنا ضيعتها والكرة كذا يعني أنا أتحمس لي عادي. بس اللي مستغرب شنو صار في الفريق من عقب ما انطرد لاعب ضدكم؟ المفروض كنتوا تتحسنون تجدمون تروحون قدام، لكن الشيء أثر عليكم أنت. شوف هاي المباريات صعبة يعني، أنت تعرف في الدورة حاليا كل مباراة أصعب من الثاني قاعدة تجي، فإحنا ندش كل مباراة على حدا يعني. عقب الطرد الأهلي مو ناقصنا شيء، فكان يتقدم كل ما عنده، وإحنا شيء طبيعي إنه بنحاسب يعني فرق النتيجة ما كان واجب، فبنحاسب عن الأخطاء لأن أي خطأ ممكن يكلف مباراة كاملة. كرة توصل أهلاوية عبد الوهاب، خطرة هذه داخل منطقة الجزاء، الله فرصة كانت محل هذا، فرصة مرتدة، هو الجول محمد الحلاح ممكن هيها أنهاها الثالث، الله المحترف السوري محمد الحلاح في دقيقة 86 ثالث أهداف المنامة في الأهلي. المحترف السوري محمد الحلاق، شوف الفرن بحارس المرمى، واجه في حارس مرمى النادي الأهلي، وبالتالي ما حد مغطي نسوا الدور الدفاعي الأهلاوية، والفرن واجه في حارس المرمى والحلاق وضحى على يسار حارس المرمى جول. يمكن اللعبة مرتدة صح، ومن هدف لك ينقلب عليك، بس فيصل كان تصرفه غريب. فيصل ليش شوريله من اللعب الكرة الأخيرة؟ أتوقع كان يقدر يأخذها، مو حس مدافع ما يشيل الرجولة. فيصل حس لاعب ومسؤولية، مفروض ما يشيل، ما أدري إيش فكر فيه يعني فيصل في هاللحظة يعني. آخر مدافع يعني معلومه، هو لاعب صغير في النهاية، كان مفروض يا اللاعب يا الكرة، أنت آخر مدافع. هو ما عاش مدافع يعني، ما عاش. المنامة قدر ياخذ النقاط، والأهلي وقف عن سكة الانتصارات. بس هل المنامة الحين موجود في سباق الدوري؟ شوف المنافسة لا زالت موجودة، المنامة لازم يمشي ويفوز وينتظر نتائج الرفاع، فأنا كمنامة أتمنى أن الرفاع يتعرقل وإحنا نواصل في الفوز ان شاء الله. ناخذ مباراه بنشوف لوين نوصل يعني. الحين حاطين في بالكم صراع على اللقب لنهايه الموسم، بنشوف مباراه بنشوف ان شاء الله. ثاني ولا اللقب اللي من الله، راضين فيه احنا. المنامه تفكيره في الدوري اكيد، لكن سبق وقلت الفريق مو فريق بطولات، وما عندهم نسم البطوله، وفي عندهم وقت يصححون هالمعلومه. كل فريق يمكن طموحه 3 نقاط، وبعد لازم نقول انه فوز المنامة اليوم يسوي ضغط شوي حق الشرق. لا تقول لي ما يأثر، لان فوز المنامة يخليه يروح فوقك في الدوري، هو اوريدي فوقك، انت تبي تعطل تاخذ منه اي نقطة. فعلا المنامة قدم مباراة زينة اليوم، قاعد شفناهم، اكيد احنا بنطمح ان نكون يمكن نفس ما قلت لك، يمكن من قبلنا احنا العام كنا المركز الثاني، ما نبي ننزع عن المركز، لكن احنا نفس ما قلت لك كل مباراه بندش عشان ناخذ 3 نقاط لنهايه الدوري، عقب نشوف وين مكاننا ان شاء الله، نتوافق ونقدر نكون يعني في المراكز المقدمه باذن الله ان شاء الله. كل فريق يمكن طموحه 3 نقاط، حتى البداية اللي هي من 7 خسارات. اكيد الخساره دائما مضيقه، وان شاء الله اليوم يا ربي بدايه لنا بداية انطلاقنا بالفوز ان شاء الله. ان شاء الله اليوم نحصل على 3 نقاط بأي ثمن ان شاء الله، قادرين الشباب ومجتهدين ومشتغلين صح، بس توفيق من رب العالمين. وبعد بارد اقول كل مباراة نسمع هالكلام، بس اليوم في شك انه ممكن يصير شيء. ان شاء الله اليوم اول 3 نقاط ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله اذا ربنا كرمنا ان شاء الله راح ناخذ المباراة اليوم ان شاء الله. بالامنيات ولا بالشغل؟ بالشغل طبعا، والامنيات لا مو كلهم. أنا قلت لك أول، قلت لك بالشغل، أنا ما قعدت في البيت، مدرب مجتهد، لاعبين مجتهدين، واثق كل الثقة وراضي على كل الرضا.
إذا الثقة من البداية موجودة والتركيز موجود وتأكدوا أنه بيترجم المجهود. كرة توصل لبديع خطرة صلاتنا حطها جول جول سلطان صلاتنا بيسجل أول أهداف المباراة من كرة لعبها وصدحها عبد الباسط عمر عبد الباسط صدحها من جهة اليمين شوفها عرضية عرضها صلاتنا خلصها في الجول. ركزوا في الجول شوفوا شلون الدفاع واقف مو قاعد يتحرك. يعني تركيزهم انا قلت لك يعني يعتمد هو انت اخطاء منافس انت تلعب على اخطاء منافس حزه الخطا انت تسجل هدف من نص الملعب الكوره ولا واحد تحرك تحرك وراها. صحيح صحيح بس احنا مركزين وما يمكن مو مركزين. واذا فقدت التركيز لا تتوقع ان الفوز تقدر توصل له. كره بتوصل تسديده جول الله من أجمل أهداف دوري ناصر بن حمد محمد خالد حنش ثاني أهداف لبديع في مرمى الرفاع الشرقي الله واحد من أجمل الأهداف تسديدة رائعة مرت شوف 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 في المقص على يسار الدوسري الله ثاني أهداف في المباراة ثاني أهداف لبديع. لا فعلنا الحين الفارق مو زينين علي ناصر أبرز الملامين. صح ممكن يعني اللاعب اليوم ما كان مركز. علي ناصر واحد من اللاعبين. علي ناصر في مباريات كان هو سوبر ستار في الفريق يصير حاله حال أي لاعب إنه ينزل مستوى عادي عادي كلش يعني. علي ناصر مو باليوم بس علي ناصر حتى مباراة ضد الأهلي كان سيء مباراة الأهلي بعد كان سيء واليوم هو ابتدابه وبعد ما كان زين. يصير لاعبين كبار لاعبين عالميين ينزل مستواهم في المباراة ما يصير موسم كامل سرتهم يمكن لاعب عنده ظروف عائلية يمكن لاعب شيء فظيع والله وايد حلو وايد حلو أصلا العبات هو يسويها في التمرين لأنه يحب يكسر ويحطها أكسر إليه توفق فيه. الوضع كان صدق غريب الشرقي شنو صار فيه ونتسأل هل متروك ممكن يرجع في المباراة بس القعدة هذه تلخص أنه مو متفائل وخطر في بالي سؤال هل الشرقي أصلا بالهم في المباراة ولا قاعد يفكرون في مباراة الكاس؟ مستحيل يعني إنه بيدش مباراة وما يبيها يعني أكيد بيقرب من فوق. لاعبين قاعد يفكرون في نهائي كاس الملك يمكن ما فكروا في مباراة اليوم ما فكروا في مباراة الأهلي يبون النهائي بسرعة بس إن شاء الله إن شاء الله إحنا قبل النهائي شوي يعني نضبط وضعنا تركيزنا ما ندش بتنشن المباراة مباراة نهائي يعني ممكن أي غلطة تخسر بطولة. أعتقد أن الرفاع الشرقي حافظ على نفس الرتم هذه اللي يلعب فيه مباراتهم ضد الخالدية في النهائي حتى 3-0 ما بيكفيهم الخالدية راح يفوز بالكاس على هالمستوى الخالدية راح يفوز لا يقول إحنا خبراتنا أكثر من الخالدية إحنا واصلين أكثر من نهائي كاس إحنا فايزين 3 مرات لا الأداء اللي يبين داخل الملعب يبين أن الفريق مو قادر حتى يوصل كرة حق زميله مو بلد الشباب. عرفتوا من هالشخص؟ الحين أتوقع عرفتوا من وراجعين لحنا أكيد بس الحين خلنا نروح حق البداية شوي. أخيرا عقب 7 جولات قلت لك هاي الكلمة أخيرا. والله سعيد اليوم نقول هار لكم نادي الرفاع الشرقي ومبروك البداية لاعبين وجهاز مجلس الإدارة والمنطقة ولله الحمد رب العالمين رزقنا بالفوز وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله سبحانه. طعم الفوز أتوقع وحشك وايد 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 أكيد غير كنا ننتظر الفوز ولكن قدر الله ما شاء فعل في الجولات اللي فايتة ورب العالمين أنت تريد وأنا أريد ولكن الله يفعل ما يريد وإحنا مؤمنين بالله وعندنا ثقة باللاعبين وإن شاء الله القادم أفضل. وحين وقت نسمع من طلال حسن بعض الكلام. نطلع عن الشرقي شوي أسباب اللي قاله في الحد يعني شنو السبب اللي قاله ليش تم استبدالكم النادي قاعد يمر بظروف يعني شفنا الحين كذا تغيير هالموسم. والله أول شيء الحد الله يوفقهم في قادم الأيام لكن هم كإدارة أو إدارة الفريق لهم الحق
يغيرون الجهاز الفني متى ما شافوا ان النتائج او الاداء ما يرتقي لطموحهم. وبالفعل كانت النتائج ما كانت زينه في الفتره الاخيره، ومن حقهم هم يبدلون الجهاز. وهذه حال المدربين، يعني اليوم انت تدرب باكر تشوف روحك مقال. ما اقدر اقول لك اكثر من كذي. يعني هو الهدف انت شنو تبي في البدايه؟ انت عطني الهدف. يعني انا يتروالي مع الكابتن موسى مبارك ان يبغي يسوون فريق جديد للحد، والدليل ان الحد يمكن تنازل عن اكثر من لاعب نجم عند العام على اساس انه يطلعون. فعلا الحد عندهم فريق شباب من احسن ما يكون. لو يلعب في الدوري الممتاز بتشوفه في يعني مستوى احسن من اللي اديه الحين. لكن لما اقول لك انا ابي تبني لي فريق وما عندك الثقه فيني ان ابني الفريق، هذا مشكلة. يعني لما مثل كابتن موسى مبارك ثلاث مباريات اعتقد وتم الاستغناء عن خدماته في اللي هو كمدرب. اوكي مساعد، لكن انا جايبك على اساس ان اسوي فريق. زين عطني الثقه انه واصل للنهايه، وبعدين مرحله التقييم ما تكون من البدايه. الواضح ان قلبه شايل وموضوع اللي قاله مو عاجبه، بس اتوقع ان السبب في ذي الشيء التخبطات الاداريه. لا انا ما اقدر اقول لك تخبطات اداريه، انا قلت لك الاداره من حقها متى ما شافت الاداء مو هو اللي انا ابغيه اغير. بس انت لما تشوف دورينا مثل النجم بعد ثلاثه مدربين، احنا نلعب كلها 18 مباراه. اذا تبيني ادرب عندك في 18 مباراه على الاقل عطني 12 مباراه، عطني دور الاولي تالي قيمني. يعني لا تقيمني من البدايه. يعني الفريق باع نجومه وما عطوهم فرصتهم. اتوقع فهمتوا المقصد، والوقت انتهى عند هاي الحد. وحين لازم نشوف فريق الحد ايش بيسوي في مباراته مع الرفاع. من الفرق اللي في الدوري يضغط من البداية، وما أعتقد أنه كان يبي يأخذ من حد هدايا. كرة مع الرفاع، حمر عرس أمامي، خطرة جول، محمد جاسم مرهون، جول أول أهداف المباراة للرفاع في الدقيقة 11. الله محمد جاسم مرهون، حمر عرس أمامي، حطها لوب من فوق حارس المرمى عباس أحمد لتعلن أول أهداف المباراة. أول أهداف الرفاع محمد جاسم مرهون. من عقب الجول مشت الأمور وشفت الشملون موقف ثلاث لاعبين للتبديل. معقولة هاللي قاعد يصير في هالوقت؟ هاي التصرف يعتبر شجاع ولا فقط لتصحيح الأوضاع؟ هاي نظرة المدرب وايد، وبين ان التكتيك صح تغيير اللاعبين. والله شوف انا كعناصر اللي طلعوا، أنا إذا بقول لك ما تمنيت يطلعون لأنه من أفضل اللاعبين الاثنين كانوا. بس شو اللي قاعد يطالع المدرب وش اللي كان حاصل بالملعب؟ أنا أقول التبديل في هالوقت وبهالطريقة غريب، بس يمكن بنشوف مفعوله قريب. والمفعول اشتغل والحد في الشوط الثاني تحول. جول التعادل، إيفرتون بعدل النتيجة في شوط المباراة الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 49 هدف التعادل. 1-1، واحد الرفاع واحد الحد، واحد الرفاع واحد الحد. شوط المباراة الثاني من ركلة جزاء. شوف إيفرتون وضحها على يسار حارس المرمى عبد الله فريح.
شوف 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 وضحها إيفرتون هدف التعادل. الحد صار وضعهم غير والرفاع كلش مو بخير. شفت وصل علي عبد الله امامي خطره للحين خطره جول 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 اقلبوا النتيجه الحين اقلب النتيجه بالخطا بنيران السليقه بخطا من سيد رضا عيسى هدف الثاني للحين في شوط المباراه الثاني وبالتعريف الدقيقه 55 بالخطا في مرمى ثاني اهداف المباراه ثاني اهداف الحين شوف 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 خطا من سيد رضا سيد عيسى. بس الجول صراحة في أشياء غريبة يعني هزاع شو يسوي؟ أنا قراري يعني نفسه ما بطلع الكرة صن اللي طايح لعبنا يعني فهو أخذ قرار يعني إنه يلعب الباص لكن الباص كان غلط وجت مرتدة وجا من هالجول يعني طبيعي يعني هذه كرة القدم تحصل هالأمور يعني. أكيد بطلع الكورة دام أنا غالب 1-0 بطلع الكورة هاي شيء طبيعي يعني أنا غالب 1-0 بطلع الكورة حتى لو 1-1 والمشكلة في الرفاع كانت بتكبر. كرة توصل للحين خطرة خطرة تجاذب حارس المرمى فرصة كانت للحين فرصة كانت للحين بطاقة صفراء. بس أنتوا إيش رأيكم في القرار؟ والله ما تبين واضحة بلانتي أقل حلو أنا أشوفه والله أعلم بالحكم وأجراب اختصاصهم ما نبي نتدخل. وهاي اللقطة عصبت أسامة الملكي وخلته ينطروا بس تشوفوا مين اللي قاعد يهدي أسامة. لا العصبية في هذا المباراة وايد زايدة حتى في التبديلات كانت واضحة. وصلك على اللاعب هزاع وهو طالع كان شوي متضايق انه يقول ليش كل مره انا اللي اطلع ليش كل مره انا اللي اطلع. هو شيء طبيعي في كره القدم هزاع لازم يستاء يبي يساعد الفريق هزاع مخلص للفريق هزاع اخلاصه بشكل كبير لنادي الرفاع هو لازم يعاتب ممكن يعاتب روحه يعاتب نانا على التبديل في النهايه انا المدرب الجميع لازم يعرف ان القرار عندي انا وانا اتحمل قراراتي هزاع لاعب كبير لامكانياته لقدراته ولكن التبديل كان للإصابة خوفاً على أن تتفاقم والله أخسر تبديل فقط لا غير. والله علي عاشور طلع لاعبين وكان خسران طلع لاعبين دخل مدافعين يعني مفروض أنه دخل مهاجمين دخل مدافعين بدل التبديلات أكثر سيد مهدي كان مصاب شمسان كان مصاب أزع كان مصاب كنا خايفين عليهم أنه في أي وقت نبدل بعدين عادلين يتموا في الملعب ونخسر تبديلاتنا فكنت محافظ على هالشيء لآخر الوقت قدرت بدل تبديلات هجومية. زين الحين بسكسو يعني الحين الرفاع عنده ثلاثة مهاجمين يعني محمود البحر هشومي محمد الرميحي معقولة كل هالمهاجمين مو بقادر إنه هو يأخذ المباراة ويفوز؟ هو أكيد يعني الأهداف هي اللي تخلص لك كل شيء الأهداف هي اللي تخليك ترتاح الأهداف هي اللي تخليك تحصد النقاط الأهداف هي اللي تخليك تصير بطل هاي شيء طبيعي كرة القدم دام قاعد نسجل المباراة الأخيرة سجلنا المباراة هذه سجلنا جولين بس المشكلة إن دشت فينا أقوال لازم ما تدش وهاي الشيء اللي إحنا مستائين منه ثلاث أقوال في مبارتين إحنا موسم دور أول كامل دش فينا ثلاث أقوال الحين بدينا الموسم الدور الثاني دش فينا ثلاث أقوال في مبارتين ولكن هاي لازم نعالج لا يعني هي تصير يعني كرة القدم ساعات اللاعب يفقد تركيزه يعني المباراة الحالة كانت كرة ثابتة اليوم ضربة جزاء وبالإضافة إلى عرضية يعني و هدف عكسي يعني فهالأمور تحصل يعني نفس ما تقول إنه ما في مشكلة يعني هي نفس ما تقول قلة تركيز يعني كرة ثابتة قولين كرة ثابتة وهدف عكسي يعني ما أشوفه لما تقول أخطاء دفاعية يعني إحنا الفريق صار لفترة يعني كلين شيت يعني ممكن صار اللي أقول لك فيه تراخي آخر ثلاث مبارات أو مبارتين هاي إحنا مسؤولي عنه مو بس الدفاعات الفريق كمنظومة كامل هو مسؤول عنه بعدين نعالج الخطوط الأمامية نفس ما تعاقدنا مع الرميحي إضافة للفريق من ناحية الهجومية خسرنا لاعبين مميزين للإصابة مبارتين أو ثلاث مبارات ما قاعد يشاركون الفريق ما حد ذكر اسمهم ما حد قاعد محمود البحر وعلي حسن سعيد قوتين ضاربتين في الفريق فقدناهم نعم الفرفاع يمتلك 26 لاعب ولكن الحلول في خارج الملعب صارت عندي بس لاعب واحد لو هشومي أو الرميحي يعني كلاعب وسط مهاجم او مهاجم لاعب واحد عندي حتى لاعب الشباب سلمان عبد الله مصاب فالخط الامامي
الحلول مو موجودة بشكل كافي. كلام واقعي الصراحة، بس اللي صار بعد هالكلام كرة بتوصل داخل منطقة الجزاء، بتمر خطرة في صفارة، ركلة جزاء، ركلة جزاء للرفاع في الدقيقة 80. ركلة جزاء للرفاع، كوميل الأسود يتقدم، جول جول، التعادل 2-2، وكوميل يسجل التعادل ويرفع رصيده من أهداف إلى 5 أهداف في دوري ناصر بن حمد. شوف قوية وضعها في المقص، هدف التعادل الرفاعي. شوف 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 شوف. والحد رجع يهدد من ثاني، بس هالمرة اللي صار شيء ثاني. المحترف السوري راسية، بالسلامة 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 لي. شوف شوف شوف، لاعبنا الرفاع من المفروض ان الكرة اللي يوقفونا على اعتبار ان في لاعب مصاب للحد. الشملان انفعل واللاعبين انفعلوا، بس في معلومة لازم يعرفونها، يوم طاح لاعب الرفاع ما حد طلع الكورة. شلون الحين يطالبون بنفس الشيء؟ ما ادري الصراحة وش كان، بس يعني قلت لك هي اذا احنا ما بنطلع الكورة او الحد ما بيطلعوا الكورة هي مشكلة. شوف الحد سجل جول واحنا وما طلعوا الكورة، يعني ما كان في احتجاج من اللاعبين. هاي الحد كيفه والرفاع كيفه، يعني ما في قانون في كرة القدم يقول لك طلع الكورة. الحكم بيصفر يطلع يوقف اللعب، كلنا نوقف خلاص، ما في يعني. من عقب دي اللي صار انتهت المباراة. راس الانذاران خلاص في الرفاع، ان شاء الله احنا بنحاول في الملعب وبنجتهد وبنسوي كل اللي قادر عليه، وان شاء الله نحسم لهم الدوري. شوف الجماهير الرفاعيه بتبي تريح روحها وتحسم الدوري، هاي بعد احنا اللي نبي، بس احنا يعني قاعد تشوف يعني ترى الخصوم صايره اصعب من الدور الاول. لا مستحيل، بخمس مباريات 15 نقطه، الرفاع بخير، اطمئنوا يا جماهير الرفاع، الرفاع بخير، الرفاع ما يشوف خصومه يشوف نفسه، 5 نقاط فارق مريح، الرفاع بخير واطمئنوا يا الرفاعيين. عاشور كان شجاع وطلع وطمئن الرفاعيين، هو واقعي فارق 5 نقاط مريح، بس اتوقع ان ممكن في مفاجأة بتصير، وحين خلنا نشوف اللقاء الاخير، اللقاء اللي فيه النجمة اللي في المركز الأخير يلعب مع المحرك.
يعني صدق هذه المباراة ما كانت فيها لا مستوى ولا أداء، لدرجة أن أول شيء فيها خطير شفناه كرة تنحط النجمة خضراء القصاب، قول الله شالها سيد جعفر، الله 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 الله. يمكن صدق السيد أخطأ، لكن صحها خطأه طريقة أروع، والنجمة كانوا هم المهددين، بس جمهورهم، أو ليش بقول جمهورهم، اليوم جمهورهم أصلا ما في حضور، ما في إلا كم شخص، وواحد من هالأشخاص كان وايد متضايق. زين يعني بس شو اللي ينقص النجم؟ يعني محترفين ويبون، مدربين ويابوا مختلف المدربين، يعني مثل ما نقول وعيال النادي، هل تشوف انهم خذوا حقهم أساس انهم ينقذون حال النجم؟ احنا ليش النجم يكون في، لأنه ما في استقرار، استقرار فني ما عندك، انت قاعد كل مرة قاعد تبدل لي وكل مرة قاعد تجيب لي مدرب، فالاستقرار هذه نتيجة اللي انت عندك استقرار، هذه نتيجة الشيء قاعد يصيرك الحين، يطلع عليك في نهاية الدوري تروح تبدل كم مدرب، تبدل ما تتغير شيء، مش غير، ما احترامي حق مدربين اللي موجود واللي راحوا، ما تغير شيء، هذا نفس المستوى، لو انت تام على خالد توت احسن لك، ليش تغير؟ يتي يبت اسماعيل على عيننا وراسنا رحبنا فيه، بس نفس المستوى ما غير شيء اسمه. وانا انت كانك تقول ان المشكله ترى مو في المدربين، اكيد المشكله مو في المدربين، المشكله انا اقول حق جهاز الاداري استقيله وبس، بس اعطوه فرصه حق ناس غير الجهاز دي، خليه يستقيل، يعطوه الناس، في ناس تبي تشتغل، عن في كوب انتوا اللي متل تقعدون ليه ما ينزل الفريق فعلي بتقدمون استغالتكم الحين، ما في فايده، خلاص احنا طاح الفاس في الراس، خلاص احنا الحين بننطر اذا نزلنا ولا خمس سلامات نصعد اذا على هالمستوى. الكلام طالع من مشجع حزين على حال الفريق، ومشجع يحضر، والفريق في هالحال اكيد انه يحب الفريق، والمحرق رجع واستعان بنجمه وصديق وخلى النجمه في ضيق. تلحظ راسي بالجول، جول، اول اهداف في المباراه، المحترف العماني خالد الهاجري وكملها لاعب نادي النجمه علي منير، اول اهداف في المباراه لقالب حرق النجمه في الدقيقه 65. الله شوف اتعلت من المولود والهاجري وضحى راسية وكملها علي منير، اول اهداف في المباراه. زين الجول اللي عليك هل تحس انه يعني مثل ما نقول خطا عادي ولا شنو تعليقك هذا؟ الجول اللي هي علينا التمركز، مو متمركزين صح، شوف محرك كم لعبه صار بغى يسجل عليك من الكورنر، انت مو قاعد توقف صح، فأكيد بتستقبل، اذا تراجع ورا من بدايه الشوط الثاني انت راجع ورا اكيد بتستقبل، يا بلانتي بيك او خطا بدش على جول اكيد. المحرك فوز، ويمكن الكل يتوقع ان الجمهور بيكون فيه مستانس. انا في الدوري غير راضي، في الكاس غير راضي، فوزيت اليوم فوزيت، وفي النهايه انت مو بطل، يعني عملك، المشكله مو عندي، المشكله ان الفريق يلعب بدون ضغوط، والفريق اذا يتحرر من الضغوط المفترض يكون اداؤه افضل. انا قبل كنا يعني انا عمري 50 سنه، انا لحقت على العز، اليوم احنا صرنا يعني مو بالبحرين يطوفها هبيطه، احنا يا جماعه يعني محتاجين نرجع كقوه فعلا، ترى الروح محتاجين الروح بس. المنامة صار يتمنى سقوط الرفاع، والبديع فوز عطاه طوق نجا، بس هل الأوضاع بتصير نفس ما كل نادي يتمنى؟ هذا المختصر، لكنه نقطة في بحر.